أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم ولقاء جديد وبرنامج الحقيقة وبس كل عام وحضراتكم بخير في هذا اللقاء سوف نتحدث عن مقاصد الله الأزلية من وراء الميلاد أو تجسد المسيح ويشرفني أن يكون معي في هذه الحلقة أخ فاضل وحبيب وهو خادم للرب الأخ المحبوب الأخ إسماعيل نمر أهلا وسهلا بحضرتك اتشرفنا بوجودك معنا أسيس نبيل أنا إلي كل الشرف وأنا بشكرك لأجل استضافتي على برنامجك الرائع الحقيقة وبس ربي يباركك ويبارك حياتك وخدمتك أشكرك جدا في بداية حديثنا ذكر الوحي المقدس قصة الميلاد في أكثر من موضع هل يمكن أن تذكرهم لنا بسرعة بس يعني لننهض بالتذكرة ذهن المشاهد حلو رائع رائع العهد القديم مليء بالنبوات عن ميلاد المسيح، يعني سفر اشعياء له القسم الاكبر من هذا الكلام، تمام لكن احداث ميلاد المسيح وردت في انجيل متى إصحاح الاول والاصحاح الثاني، وايضا لوقا الاصحاح الاول والاصحاح الثاني. ايه الفرق بين الاثنين؟ في متى كان متى يكتب لسامعيه، لي لقارئيه لي اليهود، كان يؤكد لهم ان يسوع الذي من الناصره، الذي صلبوه هو المسيا. المعين الذي تنبأت عنه كتب العهد القديم، الانبياء الذين تنبأوا عن قدوم المسيح تمت كل هذه النبوات في في شخص الرب يسوع المسيح، بحيث انه متى يقتبس 96 اقتباس من العهد القديم لكي يتم ما قيل بالنبي القائل، تمام فمتى كان يبين لهم ان يسوع الذي من الناصر الذي صلبتموه هو ملككم تمام ملك اليهود تمام بينما لوقا في انجيله كان يكتب لليو لليونانيين واليونانيين كان يهمهم ليس يعني حسب ونسب الشخص بقدر ما كان يهمهم هذا الشخص اخلاقياته نعم. ما الذي يبدر منه سلوكه تصرفاته فكتب لنا لوقا في انجيله مسوقا من الروح القدس يبين لنا ان هذا الذي ولد في مذود بيت لحم هو ابن الانسان هو الانسان الكامل يسوع المسيح المملوء نعمه وحق الذي ارسله الله الينا. رائع رائع، اسمح لي اقرا في بدايه حديثنا الجزء الذي تحدث فيه البشير متى عن ميلاد يسوع المسيح وهو موجود في انجيل متى اصحاح واحد عدد 18، انجيل متى اصحاح واحد عدد 18، اما ولاده يسوع المسيح فكانت هكذا لما كانت مريم امه مخطوبه ليوسف قبل أن يجتمع وجدت حبلة من الروح القدس فيوسف رجلها إذ كان بارا ولم يشئ أن يشهرها أراد تخليتها سرا ولكن فيما هو متفكر في هذه الأمور إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياهم وهذا كله لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. في بدايه سرد احداث الميلاد يذكر لنا البشير متى في اصحاح واحد واصحاح وبدايه اصحاح اثنين اسماء كثيره والقاب لهذا المولود الجديد لو حبينا نحطها في كبسوله بس كده واحد اثنين ثلاثه هل يمكن انك تطلع لنا الاسماء دي من الجزئيه اللي قراناها والجزء التالي؟ يعني بتصور اهم ثلاث اسماء أيوة. في كل هذه ايوه يعني عندنا 14 جيل 14 جيل 14 جيل عندي اهم ثلاث اسماء عندي ابراهيم وعندي داوود وعندي سليمان تمام اسال اي يهودي بيقول لك نحن ابناء ابراهيم نعم طب وداوود هو ملكنا ويعني نجمة داوود سليمان يعني الملك العظيم والعصر الذهبي الذي كانت فيه المملكه الاسرائيليه همين. لكن يبتدئ الروح القدس متى مسوقا منها الروح القدس لكي يكتب لنا ان هذا يسوع الذي من الناصره خليني اقول لكم من هو دعوني اقول لكم حقيقته كتاب ميلاد يسوع اللي هو المسيح ابن داوود ابن ابراهيم فاذا هو المعين الذي تنبأت عنه نبوات العهد القديم أن لداود سيأتي من نسله من يجلس على كرسيه إلى الأبد عشان كده رغم أن إبراهيم قبل داود ذكر داود في الأول ليظهر لنا أن هذا هو الملك الآتي يعني هذا, هذا الملك الشرعي نعم الذي سيأتي من نسل داود بس كمان قبل داود الله قال لإبراهيم قطع عهدا مع إبراهيم نعم وجدده ليعقوب ووثقه لاسحاق بنسلك تتبارك جميع قبائل الامم تمام فهذا النسل لما بيجي الرسول بولس بغلاطيا اربعه بيقول مش في الانسال كانه عن كثيرين لكن بنسلك عن واحد الذي هو المسيح تمام رائع فتفضل في, في الالقاب بعض الالقاب حضرتك اشرت لمحت على لقب عمانوئيل yes. تعبير جميل يا ريت yes. تكرره لنا مره ثانيه. آه. يعني مرات كثيره نحن بنفكر انه الاسم الذي لقب به المسيح او واحد من اسماء المسيح عمانوئيل الله معنا بمعنى انه الله معك تمام. يعني ربنا يكون معك م. يعني روح الله معك رافقتك السلامه بهالمعنى يعني أي. هذه بنلاقيها باخر انجيل متى الرب يسوع تبارك اسمه عندما قام من الأموات منتصرا ظافرا على الموت بعد أن صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا اجتمع بتلاميذه أربعين يوما وبعدها في اليوم الذي كان سيصعد فيه إلى السماء اجتمع بهم في جبل الزيتون وهناك قال لهم قد دفع إلي كل سلطان ممن في السماء من فوق ومن على الأرض اذهبوا إلى الخليقة كلها اكرزوا بالإنجيل تلمذوهم عمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس وعلموهم ان يوصى جميع يحفظوا جميع ما اوصيتكم به وها انا معكم. معكم. كل الايام الى انقضاء الدهر هون ربنا معنا تمام اوكي بس هون عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا أيوة. بمعنى ان الله اتى الينا الله صار واحدا منا الله اخذ جسد بشريتنا الله وصل الى ارضنا الله يعني اخذ جسد بشريتنا لكي يستشعر في اعماقه البشريه التي خلقها على صورته كشبهه في تكوين واحد منذ البدايه لما خلق ادم اتى لكي يختبر الظلم والبؤس والشقاء والالام حتى ان واحد من اسمائه بالنبوة في العهد القديم أنه رجل أوجاع ومختبر ومختبر الحزن, الحزن لقد تألم الرب يسوع بكل أنواع الآلام اللي ممكن أي نفس بشرية تجوز فيها آلام جسدية أو نفسية لكن أعظم الآلام التي تألمها لما كان متألما على الصليب يذوق من يد الله الموت والألم لكي يفدينا ويخلصنا فالله معنا أي أنه أخذ بشريتنا شبه بشريتنا صار واحدا منا ليستشعر في أعماقه ما هي البشرية ما هو الألم ولكي يمثلنا في الصليب أمام الله لكن هذا كله بدون خطية مم. جرب في كل شيء مثلنا بلا, بلا خطية رائع 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 جدا أه لكن السؤال اللي بيفرض نفسه ويمكن ده هخلينا ندخل بنظرة يعني أعمق شوية أساسا لماذا الفداء يعني ليه القصة دي كلها يعني يسلم تمك اسيس نبيل لانه اوكي اذا اذا ما في مشكل طب لشو الحل بالضبط فالفداء هو الحل طب شو المشكله حل الايه آه. آه شو المشكله اصلا بالزبط. يعني بكل بساطه المشكله هو الخطيه يعني هذا هذا اي إجل... خطيه آه. الخطيه التي دخلت عندما ادم بغباء وبجهل قرر بكامل قواه العقليه انه يعصي الله قال له الله لا تفعل ففعل فبينما كان يأكل من ثمرة الشجرة المحرمة شجرة معرفة الخير والشر ماذا كان يقول؟ شو الرسالة اللي كان عمالي يقدمها آدم؟ كان يقول يا رب أنت خلقتني أنت أعطيتني الحياة والصحة أنا إلى هنا سأقرر لذاتي من الآن فصاعدا أني لن أتبعك سأنفصل عنك أنا آخذ استقلالي منك وأريد أن أكون في حكم ذاتي عنك هي الخطية الخطية هي مبدأ قبل مم. ما تكون مبدأ فعل الشر هي مبدأ الاستقلال عن الله مم. وبعدين لما بستقل عن الله سأتيح لنفسي كل أنواع يعني اللي بيخطر على بالي سأعيش في الشر وفي الخطية طيب آدم بكل قواه العقلية زي ما حضرتك بتقول أخطأ وبمحض إرادته الكاملة نعم. وبحريته المطلقة قرر ان يعصى الله ويأكل من الشجره التي قال له الرب لا تأكل منها مظبوط طب ربنا عاقبه وطرده من الجنه م. و... ودخل الموت الى العالم كل الكلام ده دا... طب ما ربنا يعني اقتص منه هو شخصيًا هو وحواء اه وخلاهم دفعوا ثمن خطيتهم طب السؤال اللي بيطرح نفسه ويطرحه كثير آه من شو آه الـ الـ البشر في كل مكان ليس فقط المسلمين لكن كثير من الناس بيقولوا طب وطردهم من الجنه وخد عقابه طب وانا ذنبي ايه؟ رائع. اولا اريد ان اوضح حقيقه انه الذي حصل لادم وحواء لم يكن ثمنا للخطيه التي اخطاوها. لانه الثمن قال له الرب قال له يوم تاكل منها موتا تموت. اذا اجره الخطيه مش طرد من الجنه هي نتيجه. لكن ثمن الخطية هو موت. طب بس انا ما شفتش ادم وحواء وقعوا ماتوا. امم ففي مش اكيد ماتوا بعدين. كنت كنت لسه أقول لك انهم ماتوا, ماتوا بعدين, و... آه. بعدين. آه. 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 اه فالموت الجسدي تاخر. آه. آه. لكن في موت حالي حصل هو انفصال الانسان آه عن الله، موت مم. روحي. عبر عنه الرسول في افسس 2 1 عندما قال واذ كنتم امواتا بالذنوب والخطايا او لما قال اشعياء اثامكم صارت فاصله بينكم وبين الهكم إذن الخطيه عندما فعل ادم هذا فصلته عن الله اكيد الله تدخل هنشوف كيف تدخل بامر ثاني لكن لما ادم اخطا وعندما اخطا الخطيه عندما دخلت افسدت الانسان من الداخل الى الخارج افسدت القلب صار الكيان كله فاسد فبالتالي لما آدم عرف امرأته حواء بأن الكتاب بتكوين خمسة كلام كلام يعني ما فيش امر عليه مرور الكرام شوف شو بيقول السيسي إبراهيم تكوين خمسة واحد هذا كتاب مواليد آدم يوم خلق الله الإنسان على شبه الله عمله آدم مخلوق على مين؟ شبه الله شبه الله ذكرا وأنثى خلقه وبركه ودعا اسمه آدم يوم خلق بعدين سقط ادم في الخطيه دخلت الخطيه شوف شو بيقول الكتاب وعاش ادم وثلاثين سنه وولد ولدا ما بيقولش على شبه الله على شبهه كصورته ودعا اسمه شيثا تشوهت الصوره الصورة التي ولد خلق آدم عليها كصورة الله كشبهه للأسف الشديد عندما أكل من الشجرة ما شجرة معرفة الخير والشر تشوه تشوه بمعنى انه صار في انفصال عن الله و روحه ماتت بمعنى ان الروح قد انفصلت عن الله فصارت في حاله من الموت الروحي عشان هيك بيقول انه اولاد ادم خلقوا مش على شبه الله خلقوا على, على شبه آدم. ادم وهون بيجي الرسول ليوضح الحقيقه في روميه 5 12 مم. بيقول وكما بانسان واحد دخلت الخطيه دخلت العالم. الخطيه العالم دخلت الخطيه الى العالم وبالخطيه الموت وهكذا اجتاز الموت, الموت الى جميع, جميع الناس ناس. الدليل اخطا الجميع اه الدليل مضبوط اخطا الجميع، الدليل انه نحن ورثنا نتائج الخطيه من ادم انه نحن عمالي بنموت مثل ادم مم. لكن واحد بيقول ح... بنرجع للسؤال اللي حضرتك سالته، طب ادم غلط والله يستفل من يعني يتصرف بادم يستفل فيه؟ طب انا شو لي ذنبي؟ مم. اذ اخطا الجميع، مش بس ادم اللي غلط ما انا كمان عم بغلط مم. يعني الكتاب المقدس ذكر لنا قصص الانبياء مظبوط ولا لا؟, لا انا كنت اقرا قصص الانبياء في القران لا. الانبياء في القران معصومين كلام غلط ام مم. سوري مع كل احترامي مم. لكن لما بيجي للكتاب المقدس يلي يعني ما في عنده يعني مساومه على الحق ما في عنده تجميل وميك اب لا حكى لي قصه ابراهيم كيف اخطا حكى لي قصه داود وكيف اخطا هل حتى يفضحهم لا لكي يثبت الحقيقه ان الجميع أخطأوا. والجميع اعوزهم مجد الله. رائع 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 اشكرك جدا على هذا التوضيح اللي في غايه الاهميه لكن واحنا بنتكلم على احداث الميلاد والناس بتحتفل للاسف الشديد مرات كثيره بالعيد وبالهدايا الى اخره لكن احنا بنحاول ان احنا نركز نعم. على الجذور الاصل الحقيقي لسبب الاحتفال فسبب الاحتفال هو تجسد أو مجيء المسيح مولودا نعم. في شبه جسدنا نعم. السؤال اللي بيطرح نفسه علينا هل أعدم الله وسيلة من أنه يقدم فداء للبشر بغير ما فعله مم. يعني ما كانش ربنا ممكن يقول مثلا لآدم طب أنا سامحتك وهيقول لك طب فين عدل ربنا؟ ماشي، هيقول له سامحتك لكن هنبدا من الآن بداية جديدة أو يجعل الإنسان يعيش يدفع قصاص معين ويعطي له بعد ذلك تصريح أو إعفاء وفك للديون والصك اللي كان عليه، يعني هل كانت هناك أو يظن البعض وأنا في حديثي مع كثير من الأحباء المسلمين الأصدقاء كتير منهم كانوا بيتعجبوا طب ما كان يعني هل كان لابد أن يأتي الله في سورة البشر وطبعا دي قصة مختلفة هندخل في تفاصيلها لكن الفكرة الأساسية يعني ربنا خلاص خلص طرق عشان كده كان لابد أن يأتي المسيح مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس عشان يصلح اللي الإنسان أفسده سؤال رائع وعميق وله أبعاد كثيرة أسيس نبيل أما البعد الأول من ناحية الله البعد الثاني من ناحية الخطية نفسها البعد الثالث من نحو الإنسان والبعد الرابع من نحو الشيطان خليني أبتدى من البعد الأول أمر يخص الله الله لو لما بعد ما آدم وحواء سقطوا في الخطية وأكلوا من الشجرة التي قال لهما لا تأكلا منها وقال خلص you know what? انا راح ابتدي بدايه جديده راح الغي الانسان راح احرقه وابتدي بدايه جديده وحط انسان جديد على الارض لكان الله اثبت بانه ليس الله يعني ما كانش عارف انه القصه هتصير لم يكن له علم مسبق بالكلام مم. لكان الله اعلن فشله مم. انه خلقتهم وما قدرتش تكمل انت عشو خلقتهم انت في عندك خطه في انا لما لما, لما, لما تحط هذا استوديو في 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 بلان في ديزاين مظبوط ولا لا مزبوط. في قصد فانا اجيت بنص بعدني بالبدايه وفشل الموضوع خلاص بحمل حاله مش هذا انا بعمله الانسان بيعمل هيك م. لكن الله مش ممكن الله يعمل هالكلام آه في ولا كان الشيطان قد حقق اكبر انتصار ضد الله انك انت بلشت بعمل ابتدات بمشروع ولم تستطع ان تكمله وما كنتش حاسب الحساب يعني حساب النفقه ف من ناحية الله بعدين أمر ثالث أنه الله وضع قانون القانون أعطاه وصية وحدة يوم تأكل منها موتا تموت تمام. الله كان عارف تبعات القصة عارف أنه آدم وحواء حيغلطوا لكن كان عارف مش كان عارف كان قد أعد طريقة حنشوفها بعد شوي من قبل ما يخلق آدم من قبل ما يخلق حواء من قبل ما يخلق الأرض من قبل ما يخلق الكون كله كانت في فكره ماذا كان سيفعل هي من ناحية الله من ناحية الخطية أسيس نبيل لو الواحد بيقول اوكي يعني سامحهم ما خلص يعني غلطوا مين ما بيغلط جل من لا يخطئ طب يلا سامحهم لكان الله قد يعني ارتضى وضع قانونا وكسر هذا القانون وظل الله بقانون مكسور لم يعني يحصل نتيجته انه لم ياخذ العدل مجراه كان مليون مره افضل الله انه ما يحط قانون على انه يحط قانون ويظل هذا القانون مكسور بلا بلا تصليح أمر من ناحية الإنسان طيب لنفرض أنه الله قال لي يلا لو شاء ربك لأمن من في الأرض جميعهم اي بالقرآن يعني لو ربك بده يأمن الكل يخلي الكل مؤمنين طيب أنت مين يعني لحتى تقول له لا الله بتقدر ولا ما بتقدر طيب أوكي لو قال لي الله يا حبيبي أنت تايب وأنا يعني شايف توبتك وأنا غفور رحيم وأنا حغفر لك يلا أنا أنا غفر لك أنا مسامحك أنا حضل أتساءل يا جماعة طب وين وين اللي قال لي موتا تموت وين معقول الله يعني بس اله الغفران والرحمه طب مين حيدفع ثمن الخطيه اللي انا عملتها طب والشيطان لكان حقق اكبر انتصار على الله انك انت قلت له وضعت قانون كسروا هذا القانون وبعدين سمحتهم ولم تاخذ حقك اي اله انت واي قانون وضعته مم. جميل جدا لكن عايز ارجع للجزئيه الالهيه مم. كنت اتحدث مع شخص فضل. مش ملحد يعني جناستيك نعم يعني بيقول يعني هو ربنا عمل القصه دي كلها من الاول عشان يعمل الفداء وياتي المسيح ويصلب طب ما كان ربنا من الاول اساسا ما كانش جعل ادم يخطئ حلو وانتهينا من القصه رائع، كلام رائع. لو كان العمل هكذا لكان ادم مجرد آه باربي عروس او لكان مجرد روبوت رجل الي الله خلقه وحط فيه تصميم معين وبرمجه معينه حبيبي انت بتعمل هيك وما بتعمل هيك كان هيك الله برمجه لكان عبدا من با مثل باقي العبيد والله مم عنده ملايين من العبيد عنده ملائكه يقول عنه المزمور المرنم في المزمور الفاعلين امره عند سماع صوته عنده ملايين من من الملائكه من العبيد لكن الله يمكن الكلام لاول مره عزيزي المشاهد بتسمعه الله عنده بيت كبير وعنده مجد كثير وكان يشاء ان يملا هذا المجد وان ياتي بابناء كثيرين, كثيرين الى هذا المجد مم. الله الاب في قصده ان يجلب ابناء خلق ادم كان عارف انه ادم حيغلط واعطاه حريه هو خلقه على صورته روح الإنسان هو روح عاقلة تسكن في جسد. هذا نحن بمعنى هذا الكلام نحن مخلوقين على صورة الله. لأنه هو الروح ونحن أرواح عاقلة نسكن في أجساد. مش بنتكلم على ماديات. أبداً. تمام أبداً لأن أبداً الله روح. الله روح. تمام لكن كشبهه أعطانا حرية الإرادة. مثل ما الله يفعل ما يريد أعطانا هذه الحرية. قال له يا آدم لك مطلق الحرية أن تفعل ما تريد. تأكل من شجر الجنة أكلاً. بس في عندي وصيه لا مم. تاكل من هذه الشجره وما برمجوش بحيث انه ممنوع تاكل من الشجره وقال له ما تاكل منها وفي مم. عواقب واعطاه مطلق الحريه والاختيار ان يفعل هذا مش بعدين الشخص اللي عمالي بيسال طب ما كان الله بيقدر يعمله انه ما يخطي هون بيكون حدله في حريته مم. مش ممكن الله يخلق الانسان مخير مم. يعني مخير صح وبعدين صح. يسيره صح يسلب منه هذه الاراده مش صح. ممكن هذا صح. مش الله صح. أشكرك يعني توضيح في غاية الروعة أه. بحب أضيف شيء ثاني أه انه الله بالرغم من انه أعطاه مطلق الحرية أن يفعل ما يريد لآدم لكن قال له انتبه مم. قد جعلت أمامك طريقين حاطط قدامك الحياة والموت, والموت. حاطط البركة واللعنة الخير والشر اختر الحياة لتحيا مم. اختر البركة للعنة افعل الخير يا حبيبي انت اذا إزع... إت... اتبعت الطريق الاول الخير والحياه والبركه عز مجد آ... تتسلط على حيوان البر وسمك البحر وطير السماء اخضعوها تمم ارادتي اني وضعتك على الارض لهذا القصد تمام لكن في اللحظه التي تختر الموت وتختر اللعنه وتذهب وراء الشر اللي حطيته ليكون مم. تحت امرتك مم. حيتمرد عليك مم. ومش بس هيك هي النتائج لكن في في اجره للخطيه وللانفصال عني موت وهذا الموت موت روحي ويتجسد بموت جسدي واذا ظليت رافضني في موت ابدي. الموت الثاني الذي هو الطرح في البحيره المتقده بالنار والكبريت. اشكرك يعني في غايه الروعه توضيحاتك واصلي ان تكون هذه التوضيحات سبب بركه لكل متسائل ولكل باحث عن الحق واتمنى ان احنا بهذه الكيفيه والروح القدس روح الله الله الروح يملأ ويعطي قناعة ونور لعقول كثيرة يا رب. ترى الحق مجسما من خلال حديثك هذا يا رب. لكن البعض برضه بيقول أليس فكرة الميلاد الله الله سبحانه الغير المحدود الذي لا يمكن لعقل إنسان أن يحتويه الله غير المحدود يصير محدود والله العلي المتعالي والمرتفع والذي السماء كرسيه حتى في الكتاب المقدس والارض موطئ قدميه نبتدي نحطه في صوره بشر اليس هذا تصغير من شان العلي وتقليل من هذا اللامحدود يا سلام سيس نبيل انت عم تحكي هالكلام يعني رجعتني بالذاكره 23 سنه لورا <applause> لانه انا هذا كان فكرة عن الله. كان فكرة عن الله انه هو سبحانه وتعالى. <applause> هو الذي يتعالى. <applause> هو الذي يعني المتكبر. واحد <applause> من اسمائه في في الاسماء الله الحسنى التي كنت اؤمن بها. هو العلي المنزه عن العالمين. هو الذي فوق البشر وغني عن البشر. هذا <applause> الذي كنت اعرفه عن الله. لكن عندما قبلت المسيح ربا ومخلصا لحياتي وعندما قرأت الكتاب المقدس اكتشفت أن الله الحي الحقيقي الله الحي الحقيقي مش بس هو متعال مش هو بيقول عنه الكتاب ساكن الأزل القدوس يسكن الأزل المرتفع اسمه لكن هذا الإله المتعالي تنازل يقول الكتاب المقدس في رسالة فيليب الإصحاح الثاني العدد الخامس يسوع المسيح الذي هو الذي إذ كان في, في صورة الله، شو يعني إذ كان في صورة الله؟ يعني هو الله نفسه. مم. لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله. يعني إيه؟ معلش. اه يستمتمك. لأنه في واحد حاول أن يغتنم هذا المركز، مين؟ الشيطان. مم. الشيطان المخلوق أراد أن يغتنم هذا المركز، مركز الألوهية، أراد أن يصير مثل العلي. مم. هذا الشيطان ولهذا م. سقط، م. الذي اراد ان يرتفع قال له انزل. م. لكن نحن نحن في اعلى في اعلى مركز من الله. هل يوجد مقاما في كل الكون حش. اعلى من مقام الله حش. وكونه؟ ما يوجد فالمسيح ابتدى من هون هو م. الله. م. لم يحسبه مغنما يطمع اليه ان يكون الله لانه هو الله. م. هو صوره الله غير المنظور. في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله وكان الكلمه الله فمش بحاجه انه هو يعني يسعى ويجاهد لكي يصير الله لانه هو الله لكن الذي هو في صوره الله شو عمل اخلى نفسه ما معنى كلمه اخلى نفسه امتدهم صابع بمعنى انه اخفى مجد لاهوته في حجاب نسوتهم صعب طيب بمعنى أيه؟ قال خادم الرب الدكتور مها سموئيل هذه العبارة التي حفظتها منه والتي ساعدتني كثيرا وأصلي أن تساعد الكثيرين قال أن اللامحدود محدود اتحد بالمحدود على أنه ظل اللامحدود محدود لا محدودا والمحدود ظل محدودا فلم ينقص اللا محدود ليصير محدودا ولم يزد المحدود ليصير لا محدودا حفسر تمام تمام قال يعني بمعنى كلام الاعمال بيصير اللي صار في في التجسد الله بكل ما هو الله اتحد بالانسان بكل ما عليه الانسان على انه ظل الله الله وظل الانسان انسان لم ينقص الله ليصير انسانا ولم يزد الانسان ليصير الها ظل الله الله وظل الانسان انسان في اتحاد عجيب بشخص المسيح المبارك. رائع. رائع. يعني اخوتنا المسلمين بيفكروا انه نحن ألهنا انسان، وهذا اللي انا كنت فكره، لقد كفر الذين قالوا ان المسيح هو الله. اوكي، هذا هذاك اللي انا كنت اؤمن فيه واللي موجود عند اخوتي المسلمين. شو الفكره اللي كانت عندنا؟ الفكره اللي كانت عند المسل عند خي المسلم الموجوده هلا انه نحن المسيحيين ألهنا انسان. يعني اولا هذا كفر. طبعا. ثاني شيء لا مش ممكن يصير. أسيس إبراهيم أنا إله بتصدقني؟ لا طبعا أنا إنسان لكن المسيح تبارك اسمه قال للتلاميذ في يوحنا 14 واحد لا تضطرب قلوبكم أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي, بي. مم. التلاميذ ما قالولوش أنت يعني كافر ما قالولوش يعني أستغفر الله سجدوا قالوا فيلبس أرين الآب من رآني فقد رأى الآب سجدوا أتؤمن باسم ابن الله الوحيد؟ من هو يا سيد ليؤمن به؟ الذي يكلمك هو فسجد له اؤمن يا سيد. شوف في جماله وقمته وروعته واتضاعه لم يقل او يعيش يعني يتباهى ويقول انا اله فاعبدوني لكنه بكل اتضاع ارنا الاب ومن راني فقد رأى الاب يعني في غايه الروعه والاتضاع وهذا اعظم دليل على انه كان المتضع آه. الوديع الذي أخذ صورة بشريتنا نعم. ليأخذ مكاننا يا سلام أروع من كده ما فيش يعني في سؤال دائما أسيس نبيل بيسألونا يا أخوتنا المسلمين لنا أرني أين قال المسيح أنا الله فاعبدوني بقول لهم هو قال القسم الأول لم يكن لم يقل القسم الأخير هو أعلن عن ذاته أنه هو الله نعم بس ولا مرة قال اعبدوني ما لم يأتنا المسيح لكي يقول لنا انا ربكم الاعلى فاعبدوني لم يفعل هكذا لا. لأن العباده فعل تلقائي بدافع الحب اه ذكرتني بترنيم امبارحه قلناها <مت advertisements> <ده. ن brick> اني احب الرب لا لاربح النعيم <نطق kolej> <نصف Quality> ولا لكي انجو من عذابات الجحيم لكني احبه لان لي حبه يحلو وهو الذي من فضله احبني قبله له المجد إذا إذا عشت العبادة بالغصب أي عبادة هذا، هذا بالزبط قهر بالضبط واحد من أسماء الله اللي كنت أؤمن فيه القهار هو الذي يقهر عباده، قهر عباده بالموت، قهر عباده بالعبادة، هذا مش الله، الله الحي الحقيقي يعلن عن ذاته، المسيح أتى أعلن 21 مرة، أسيس نبيل في إنجيل يوحنا يقول أنا هو أنا هو، أنا هو باليوناني إيجو إيمي، بالعبري أنا يهوى انا الله 21 مره يقول لنا انا يهوى ولا مره ألعبدوني اعبدوني صحيح لكن كلما كان يعلن عن ذاته كان الشخص المعلن له يخر سجودا عند قدميه ولما قالوا له يعني انت بقى كم سنه والكتب الفريسيون قال لهم قبل ان يكون ابراهيم يوحنا 58 خمسين أنا كائن أهيا الذي أهيا. أهيا نفس الكلمة بخروج 3-14 تمام مين حيقولوا لي شعبك اللي عم ترسلني لإله موسى بيحكي آه. يعني مع الرب آه. آه. لكي أنقذكم حيسألوني شو اسمه يعني سؤال في محله قال له لهم أهيا الذي أهيا أرسلني نفس العبارة اللي حضرتك ذكرتها في يوحنا 8-58 قبل أن يكون إبراهيم آيام آه إيغو إيجو إيمي أنا الكائن بذاتي بي. له المجد أمين. له المجد اشكرك اكثر من رائع لكن بياتي سؤال ثاني طريقه تقديم او طريقه الفداء بالذبح بتقديم ذبيحه ما هو المسيح كان في صوره انسان نعم فكانه قدم نفسه ذبيحه بشريه نيابه عن الناس وهذه يقول البعض انها كانت واحده من طرق العباده الوثنيه اذ كانوا يقدمون اولادهم لكاموش والى الالهه الاخرى ويحرقونهم بالنار اليست هذه مشابهه الا انها كانت بسفك الدماء والذل وابشع طرق الموت يعني ألم يختار ولماذا اختار الله هذه هذه الطريقة ولماذا مات المسيح بهذه الكيفية؟ أسيس نبيل يعني السؤال اللي عم تطرح حضرتك رائع وعميق وصلاتي أن الذي يسأل هذا السؤال يكون مخلص لأنه إذا وجد عامل الإخلاص عندك عزيز المشاهد وإذا نويت نية صادقة يا رب يا رب أنا مخلص أريد أن أعرف الحقيقة هذا السؤال الرائع اللي عم يساله القس نبيل صلاتي انه يكون سؤال حالك هذا وانك تريد ان تعرف الحقيقه فالرب عندما تخلص في قلبك سيفتح الرب ذهنك لكي تفهم ما نقوله اول من قدم تقدم دمويه الله كيف عندما اخطا ادم وحواء في الجنه صحيح قبل ما يطردون وعندما اوقع القضاء اولا على الحيه على حواء على ادم نتائج الخطيه اللي عندهم يقول الكتاب وصنع الرب الاله اقمصه من جلد والبسهما ما قالش خلق انا بيعجبني الافعال بحب اتبع الافعال الايه مشان يطلعها اخي المشاهد موجوده في تكوين ثلاثه عدد على ما اذكر 21 20 لا 21 وعشرين وصنع الرب الاله لادم وامراته اقمصه من جلد وَأَلْبَسْهُمَا صنع ما ايش خلق صح لكي يصنع فعليه ان يصنع من شيء موجود تمام والجلد ياتي من حيوان ولكي يكون هناك جلد من حيوان هذا الحيوان عليه ان يذبح يقتل خليني اقول يقتل, يقتل بالاول آه يعني لازم يموت مم اوكي لكن لما بمشي شوي بتكوين تكوين ثلاثه، لما بروح لتكوين اربعه بشوف انه هابيل قدم من خيار اغنامه ذبيحه للرب. بروح مثلا لتكوين 22 في في ذبيحه تقدم في ذبح فبنفهم انه الطريقه التي نستنتج ان الطريقه التي قدم فيها الله هذا الحيوان البريء الذي لم يفعل شيئا ليس في محله والذي مات نيابه عن آدم ونيابة عن حواء كان عليه أن يموت وعليه أن يموت ذبحا وعليه أن يسفك دمه وبتشوف هذه البداية روح لكتب العهد القديم تسعة 39 كتاب ابتداء بالتكوين إلى ملاخي بتشوف خط الدم ترى أنه دائما عندما يتقدم إنسان إلى الله لكي يعبده في ذبيحة وفي دم يسفك الله لما أخرج شعبه من أرض مصر وفي جبل حريب وعلى الجبل هناك كان الله يعطي لموسى العشر وصايا لكن كان يعطيه نظاما كاملا متكاملا من تقديم الذبائح الحيوانية يعني سفر اللوين بيحكي عن هذا الكلام ذبيحة <applause> <متحدث> الخطية والمحرقة والخطية والإثم والسلامة البقرة الحمراء كبش يعني جميع أنواع الذبائح طب ليش؟ طب يا رب إذا أنت أعطيته وصايا وقال له يحفظها طب ليش اعطيته ذبائح لكي يقدمها؟ سؤال طب انت اعطيته وصايا اذا فعلتها تحيا، لا تقتل، لا تسرق، تحفظ يوم السبت، لا تشتهي، هالامور هي كلها. طب يا رب انت اعطيته هاي الوصايا بس اعطيته نظام متكامل من الذبائح، ليش يا رب؟ لانه الله عارف انه مش هيقدر يحفظ الوصايا. ولو حفظ تسعه واخطا في واحده صار مجرما في الكل. طب يا رب انت عارف انه مش عم مش قادر يحفظها، موضوع ثاني، طب ليش اعطيته اياها؟ اعطيته اياها لحتى فرجي انه عاجز لا يقدر ان يفعل صلاح طب يا رب ليش اعطيت الذبائح؟ لانه بدون سفك دم لا تحصل, لا تحصل مغفرة. مغفره بدون سفك دم لا تحصل مغفره ومن هنا ظلت كل قديسي العهد القديم يقدمون هذه الذبائح ليش الذبائح في العهد القديم؟ اولا لكي يؤكد الحق الالهي اجره الخطيه موت النفس التي تخطئ تموت ثلاث مرات بالعهد القديم النفس التي تخطئ تموت ثلاث مرات يذكر الكتاب المقدس أن أجرة الخطية موت الأمر الثاني لكي يرينا أن الخطية مكروهة في عيني الله الأمر الثالث وهذا المهم لكي يهيئ أذهان القديسين إلى مجيء الذبح العظيم الذي سيقدم عن البشرية لما رآه المعمدان هو ذا حمل الله خروف الله الخروف المعد من الله الذي سيرفع خطية العالم متكلما عن المسيح تمام سؤال عابر يمكن يحتاج بس نحط سال البعض طب لماذا الصليب؟ يعني ليش موت الصليب؟ آه لماذا موت الصليب؟ آه يعني كنا عم نحكي تحت الهواء آه وحضرتك اشرت الى امر معين آه دكتور آه آه أسيس نبيل هو اللعنه عندما دخلت الخطيه قال له ملعونه الارض بسببك يا ادم تكوين ثلاثه تمام تكوين أربعة لما قام قايين على أخيه وقتله قال له ملعون أنت من الأرض مم. فالخطية استحضرت اللعنة مش بس للأرض وللإنسان مم. وبعدين إجنا ليقلنا بالعهد القديم بسفر التثنية 22 أنه ملعون كل من علق على خشبة مم. بيجي الرسول بولس بالعهد الجديد برسالة غلاطية 3 13 لكي يقول لنا أن المسيح افتدانا من لعنة الناموس لأنه مكتوب ملعون كل من لا يثبت في تعاليم الناموس لكي يحفظها مم. افتدانا من لعنة الناموس كيف علق على خشبة وافتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا فالمسيح مات مصلوبا أولا لكي يرفع اللعنة مات مصلوبا لأنه هكذا كانت النبوة ثقب يدي ورجلي مات مصلوبا لأنه ميتة الصلب هي أبشع طريقة موت وأكثر طريقة مؤلمة يعني حتى أسيس نبيل كلمة Uh, excruciating mm -hmm. هذه الكلمه لم تكن موجوده قبل الصليب لكن اخترعوها mm -hmm. اضافوها الى الديكشنري لكي تبين الام الصليب يعني قبل الصليب ما كانش في كلمه اسمها wow. excruciating تصف الام الصليب المره mm -hmm. الام الصليب المبرحه و المبرحه mm -hmm. وهو معلق على الصليب mm -hmm. أ أ أفأ آلام الوخز الام الثقل آلام آه الشوك اللي حطوه في 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 رأسه الكريم آه هذه الآلام وهو معلق هناك وكيف كان يذوب كالشمع آه قد ذاب قلبي كالشمع في وسط آه أمعائي كيف يبست قوته كشقفه وكيف كان يوضع على آه يسكب كالماء والى تراب الموت كان يوضع الرب يسوع على الصليب فكان يعني حتى بيقول الرسول وأطاع حتى الموت موت الصليب أية ميته موت الصليب ألعن موتة ألعن موتة أبأس موتة يعني أشأم موتة أوجع موتة ميتة أشكرك جدا على يعني حضرتك اديتنا توضيح رائع وجميل ووفي أصلي أن تكون هذه الكلمات يا رب. نبراس يا رب لكل من يعيش ويسير في الظلمة يضيء الله بهذا الحق الكتابي أذهان الكثيرين فيعرفوا اننا لا ندعو انسانا لكي يعتنق دينا نعم. لكننا ندعو الجميع الى ان يعرفوا شخصا يا رب. احبهم نعم. ويخلصهم نعم. وفيه الحياه امين اعزائي المشاهدين ناخذ فاصل قصير ثم نعود نواصل هذا الحديث مع الاخ الفاضل اسماعيل نمر فابقوا معنا الكريسماس زينة شجرة شوبينج هدايا أكل وشرب وكوكي وشوكولاتة فرحة ولمة <applause> اسمه عجيب عمانوئيل والله معانا مشير رئيس السلام ميري <applause> كريسماس يا مريم لانك قد وجدت نعمه عند الله وها انت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع كيف يكون هذا انا عذراء الروح القدس يحل عليك فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله ولن يكون لملكه نهايه فذهبت مريم لزياره قريبتها التي حملت هي أيضا طفلا بمعجزة إلهية. أليصابات مريم نسيبتي مريم مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك حين سمعت صوت سلامك ارتقد الجنين بابتهاج في بطني تعظم نفسي الرب إلهي وتبتهج روحي بالله القدير مخلصي وهو ذا منذ الان جميع الاجيال تباركني. ليكن معلوما لديكم يا جميع سكان الناصرة انه بامر اغسطس قيصر سيتم احصاء جميع سكان منطقتي الجليل واليهودية. وعلى كل واحد أن يسجل في القرية أو المدينة التي ينتسب إليها. فذهبت مريم إلى بيت لحم في اليهودية لتسجل مع يوسف خطيبها. لكنهما لم يجدا مكانا لهما في بيت لحم سوى حظيرة وضيعة. وكان في تلك المنطقه رعاه يحرسون قطعان اغنامهم ليلا واذا ملاك الرب ظهر لهم ومجد الرب اضاء حولهم ولد لكم هذا اليوم في مدينه داود مخلص هو المسيح الرب. فجاء الرعاة مسرعين ليروا الطفل المولود المضجع في المذود. فكانوا اول من نشر الانجيل، اي الاخبار السارة عن الام العذراء وعن مولد المخلص. أتمنى إن مظاهر الإحتفال بالكريسماس ما تاخدكش من المعنى الحقيقي ليه. الكريسماس مش بس الشجرة والهدايا والأكل واللمة الكتيرة. الكريسماس الحقيقي هو الرب يسوع المسيح. أتمنى من كل قلبي إنه زي ما الرب يسوع اتولد من آلاف السنين يتولد النهارده في قلبك. ميري كريسماس. كل عام وانتم بخير صلاتي ان يكون ما سمعناه وما شاهدناه من تعليقات في هذا الفاصل ان يكون الحق والواقع الذي نعيشه ونطبقه في حياتنا الشخصيه. يا رب اخ اسماعيل الموضوع بينقلنا وهستخدم بدل كلمه الميلاد انقل لكلمه التجسد لان الميلاد كان بدايه التجسد وليست بدايه الرب يسوع المسيح ابدا فهو الازلي الابدي الموجود نعم. الذي كان منذ البدء الذي لا بدا له مظبوط اوكي فالسؤال اللي بيطرح نفسه اسباب لماذا نعم. تجسد المسيح يعني في الوسط المسيحي اللي شفته واللي شاهدته اسيس نبيل انه يعني اختزلوا اختزلوا تجسد المسيح فقط لاجل عمل الفداء مع انه هذا هو قصد الله الازلي، لكن هناك اسباب اخرى يعني اتت مع تجسد المسيح. اعتقد اولها اولها انه عندما ولد المسيح يقول الكتاب في رساله تيموثاوس الاولى الاصحاح الثالث العدد السادس عشر وهذه كانت ترنيمه الكنيسه في بدايتها عظيم وبالاجماع عظيم هو سر تقوى الله ظهر في, في الجسد م. بعدين بيقول تراءى لملائكه م. انا وقفت كثير عند هذه الايه ما معنى تراءى لملائكه اي بمعنى انه لاول مره م. الله يرى من الملائكه الملائكه الذين يقفون في محضر السرافيم اللي عندهم ست اجنحه اشعيا ستة عندهم ست اجنحه باثنان يغطون اوجههم وباثنان يطيران وباثنان يغطون ارجلهم، ما فيش مخلوق يقدر ان ينظر الله، ان يرى الله، حتى الملائكه النورانيين اللي هن ارواح يعني نورانيه ومن نار. نعم. ما فيهم ينظروا الى الله، لكن لاول مره في تاريخ الملائكه استطاعوا ان يروا الله في وجه يسوع المسيح، في وجه هذا الطفل. جميل. وهم يعني الترنيمه الرائعه ماري ديد دي يو دي نو. <applause> يا مريم هل علفتي أنك عندما تقبلين وجه ابنك أنت تقبلين وجه الله. الله. You are kissing the face of God. Wonderful, <applause> <applause> رائع. <تصفيق> <تصفيق> بالفعل كان هذا حنين القديسين على مر العصور في العهد القديم. قال له موسى أرني مجدك. بالقرآن قال له تأدب يا موسى. لا الكلام مش موجود في الكتاب المقدس أبدا. لا. قال له يا موسى لا يراني الإنسان ويعيش. لكن عندي لك مكان سأضعك في نقرة في الصخر وأشت وأض واسترك بيدي وأشتاز واجتاز بكل جودتي امامك وانادي باسم الرب الرب حنان ورحيم بعدين فاجتاز ولكنك لا ترى الا ظهري طب شو شاف موسى؟ ما شاف شيء إيه طبعا بس ما قالوش تادب ما قالوش لا يا موسى الله يحترم حنين الانسان يا رب انت خالقنا وانت يعني من صنعتنا من صورتنا من جبلتنا يا رب انا بدي اشوفك يعني مثلا نجيب محفوظ م. هذا الاديب الكبير عندما كتب رائعته ارني الله م. ارني الله يعني كان ي ي يعبر عن اشواق البشر على مر العصور اننا نريد ان نرى الله خالقنا م. اخيرا اخيرا الله استجاب لهذا الحنين لهذه الطلبه في قلوب بني البشر عندما اتانا متجسدا في شخص المسيح نعم يعني. وهذا السؤال الذي يطرح نفسه على مر العصور نريد ان نرى يسوع نعم هو السؤال المتكرر يا سلام ومن رآني فقد رأى الآب يا سلام فتراءى لملائكة حضرتك يسلام. شرحتها لنا ان الله روح م. والله لا يراه انسان ابدا ولا يراه انسان ويعيش م. فقد رأت الملائكة في المسيح يسوع نعم. وجه الله وبالتالي رنمت وسمعنا ولأول مرة كلمات الترنيمة التي رنمتها الملائكة في العهد الجديد المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس, وبالناس المصارى فإذا الهدف الأول حضرتك بتقول ليس فقط الفداء لكن أنه تراءى لملائكة مش بس لملائكة حتى لألنا لقلنا, لقلنا. أوكي. يعني شوف من قبل كم يوم قبل ثلاث أسابيع إجاني اتصال من مصر وبيقول لي بدي اسالك سؤال شخص مسلم مفكر محترم كويس. دكتور كبير مم. قال لي انا افرض جدلا معك انه المسيح هو الله وانه تجسد لكي يموت على الصليب وهوني ابين خطوره اختزال تجسد المسيح فقط لاجل الفداء مم. عمالي ابين خطوره انه بس اختزل ان المسيح تجسد فقط ليموت لي لا في اكثر من هيك تمام فالرجل لانه سامع الكلام هيك فعم يسأل سؤال منطقي جدا كويس السؤال المنطقي طبعا بيقول طب اوكي المسيح اتم عمل الفداء طب ما خلص يتخلص من الجسد ويرجع الله مثل ما مثل ما كان مش مش سؤال منطقي <applause> انا احترمته لانه انسان مفكر لانه المعلومة الغلط اللي وصلته أن المسيح تجسد فقط ليموت ويتم عمل الفداء طب ما هي أتم عمل الفداء خلص بلا الجسد وبلا من يحزنون وخلص هو الله خلصت, المر... خلصت المسؤولية, أو المسؤولية خلصت آه. يسلم تمك لكن هنا نقول أن المسيح لم يتجسد فقط لكي يتم عمل الفداء لكن لكي نستطيع أن نرى الله في وجه يسوع المسيح من رآني حضرتك الآية من رآني فقد رأى الآب لكن بعد قيامته من الأموات تبارك اسمه قام قيامة جسدية الجسد تبعه قام جسد ممجد ليش؟ لما حنروح السماء أولا أنا كإنسان لا أستطيع أن أذهب إلى السماء ليش؟ مزمور 115 السماوات تحدث سماوات للرب آه. يعني حتى الـ حتى الـ 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 الوثنيين ايام آه نبوخذ نصر قالوا له الطلب اللي عم تطلبه يا ملك انك نحن نقلك الحلم ونقلك تفسيره هذا لا يقدر عليه امر الا الالهه الذين سكناهم وين؟ في السماء في السماء. تمام. فالمعروف عند الناس انه السماء لمين؟ سكنا مكان سكن الله, سكنا الله. والارض يعني المزمور 115 15 الموت قدمه والارض اعطاها لبني ادم مه. طيب طب شو علاقه انسان يروح السماء مه. السماء مكان الله الارض مكان الانسان تمام فكل واحد بيبقى محله مه. لكن المسيح تبارك اسمه شوف شو بيقول الايات اللي حضرتك حافظها واللي اعزائي المشاهدين حافظينها لا تضطرب قلوبكم يوحنا 14 واحد مه. الى ثلاثه انتم تؤمنون بالله فامنوا, فأمنوا بي. بي في بيت ابي منازل كثيرة والا فاني كنت قد قلت لكم, لكم انا ما بخدعكم مم. انا امضي لاعد لكم مكانا مضى سيدي الى الصليب مات ودفع الثمن وقام وهناك كان يدفع التكلفه الغاليه الباهظه الثمن حياته لان اجره الخطيه موت دماء لكي يطهرنا ويغفر خطايانا وبعد ان دفع الثمن انا امضي لاعد لكم مكانا مم. وان مضيت واعددت لكم مكانا اتي ايضا واخذكم الي حتى حيث اكون انا تكونون أكون أنتم, أنتم, انتم ايضا, أيضاً. تمام. يا رب طب ما في البيت موجود بيت الاب موجود والمنازل موجوده سو انت رايح تعد لنا مكان شو معنى الكلام يا رب انا رايح احجز لكم مكان افتح لكم الطريق لتقدروا كأناس تدخلوا السماء لأن السماء مكان سكن الله فقط لكن لما دخل المسيح إلى السماء كإنسان كسابق لأجلنا فتح الطريق للإنسان لكي يدخل السماء رائع رائع ومش بس هيك لما حنروح السماء هل سنرى الله؟ الله, الله روح الله الأب روح الله الروح القدس روح الابن روح لكني سأستطيع أن أرى الله في وجه يسوع, يسوع المسيح. المسيح. عشان هيك لا أستطيع أن أختزل تجسُد المسيح فقط إلى أنه لكي يتم عمل الفداء. أكيد هذا الألتمت جول هذا الغاية القصوى. لكن أيضاً لكي أستطيع أن أرى الله ولكي أستطيع أن أدخل إلى سمائه رائع 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 وفي غاية الأهمية أننا نفهم إيماننا المسيحي نعم. حتى نفهم المكتوب أيضاً. أمين. رائع. أمين أكثر من رائع. بنرجع ونقول اذا كان الله اخذ صوره انسان وجاء الى ارضنا وعاش وتعب وبكى واكل ونام وشرب بص لي واحد مسلم وتف في وشي وقال لي اليس هذا كفر ان انكم تقولون ان الله جاء لياكل ويتعب ويقضي حاجته ثم يموت فما هو تعليقك؟ للاسف الشديد أه أه أسيس نبيل ان الانسان الطبيعي امور الله عنده جهاله. الانسان الطبيعي لا يقبل امور الله لانه ليس له روح الله. انا في يوم من الايام كنت هيك يعني كنت للشخص اللي عمال بيحكي لي على المسيح قلت له نفس الكلام بس يعني ما تفتش في وشه يعني. <applause> فالفكره للاسف نحن صنعنا الها من تخيلاتنا وحددناه بمعنى قلنا له انت على كل شيء قدير لكن حته موضوع انك تتنازل وتصير انسان لا ما بتقدر هي واحد لانه امر ثاني اساءنا يعني اخوه المسلمين اساءوا فهم التجسد واللي حكينا عنه قبل شوي انه عندما الله صار انسانا لم يكف عن ان يكون الله لكن اتحد الله بالانسان في شخص المسيح فالرب يسوع تبارك اسمه خلينا نقرب منه شوي كويس عندما اقترب منه اراه حضرتك مثل ما قلت يعطش قال للمراه التي على اعطيني لاشرب يجوع يتعب اذ كان يعني آه نام في مؤخره السفينه من كثر التعب والخدمه ينام آه يموت مات هذه الامور كلها انسان يمر بها يتعب ويع مش يعيا يتعب يجوع يعطش واخيرا يموت هذا الانسان وينام لكن نقترب اكثر من شخص المسيح هذا الذي كان نائما في مؤخر السفينه كانت عاصفه هاجت عليهم عاصفه وكانت المياه تضرب الى السفينه حاولوا لم يقدروا ايقظوه يا معلم اما يهمك اننا نهلك فماذا فعل المسيح فللحال قام وماذا فعل قال للريح ابكم للبحر أسكت فصار هدوء عظيم حتى أنهم هما سجد من هو هذا حتى الريح والبحر يطيعانه من هو الماشي على أعالي الريح من هو الذي يأخذ الريح مركبته والماشي على أعالي البحر الله بالعهد القديم هو الله طبعا عم شوف المسيح عم يعمل هيك مش بإذن الله ولا بقوة الله لا بقوة الشخصية وبإذنه هو نعم طيب وقف أمام قبر لعازر وأروع آية بكى يسوع بكى يسوع لقد شعر مع الأختين لخسارتهم لأخيهما خسر أخهما مات, مات لعازر بكى يسوع لكن هذا الذي كان واقفا يبكي نراه يقول لهم ارفعوا الحجر مرثا اخت الميت قالت له يا سيد قد لا انتن لا أربعة له اربع ايام, ايام طلعت ريحته تحلل صار رميم قال ألم أقل لك إن آمنت ترين مجد الله وصرخ سيدي لعازر هلم خارجا قال أحدهم لو لم يحدد المسيح لعازر بالاسم لخرج كل من في المقبرة لأنه تمت فيه كلمات التي قالها في يوحنا خمسة تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون طب شو عمالة بنقول هون عم نقول انه المسيح فيه الطبيعتين الانسانيه والالهيه هو الله الكامل وهو الانسان الكامل هل معنى انه الانسان يعني لما بياكل وبيشرب ويقضي حاجته هل هذا نقصا لشخصه الم يصممنا الله هكذا انا بسالك لا طبعا أسيس نبيل لا طبعا يعني تقليلا اه يعني الله لما خلق الانسان نعم. الم يصممه ان الذي يدخل الى الجوف ويخرج الى الى الفراغ مش هذا الله صممنا نعم. هيك نعم فبنقول يعني خليقة الله وإبداع الله وعمل الله هذا خليقة الله في نعم الإنسان، فإذا جاء الله وأخذ هذه الصورة لكن بدون خطية، المشكلة ليس في قضاء الحاجة، المشكلة في الخطية، نعم وعندما أتى الرب يسوع متجسدا بلا خطية، عشان هيك هو بلا أب جسدي أبوه هو الله بالروح القدس، هو ولادة روحية معجزه الهيه الروح القدس يا مريم يحل عليك وقوه العلي تظللك لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله, ابن الله. رائع رائع اشكرك على التوضيح والاستفاضه ربنا يبارك حياتك جدا العفوة. لكن بيبقى. برضو معلش هاخد يعني انا عمال اخرم في اسئله فضل. في غايه الاهميه فضل. واشكرك لانك يعني بتدينا الشرح الكتابي الوفي اللي وراء كل سؤال ربي السؤال الشهير نعم. اللي برضه بنسمعه كتير م. من من لا يدرون او يعرفون الحق المتعلق بخصوص موضوع التجسد نعم. كيف يعني الله يموت مم. على الصليب نعم. وبعدين نقول أنه, إنه الله مات نستخدم هذا التعبير مرات كثيرة نقول ربنا مات نعم. تعليق يعني أستعير كلمات ويليام كالي واحد من رجال الله المصلحين نعم. قال هذا الرجل العظيم قال الله لا يموت لكن الذي مات على الصليب هو الله. الله لا ده يعني شرح لي دي آه. وحتى ماما آه. والدتي آه. سالت الدكتور مها صموئيل آه. بالمواجهه آه. قالت له انت قلت هيك بعظتك اشرح آه. لي اياها لهيك آه. آه. <applause> الله لا يموت الله روح له وحده عدم الموت تمام هذا ما اذا الله بيموت انسى موضوع انه هو الله لأن مفهوم الله هو الذي لا يموت تمام هو الحي هو القيوم وبالمناسبه ايه الكرسي اللي عند اخواتنا المسلمين الموجوده في القران تاخذ من دانيال ستي بكلام نبوخذ نصر او داريوس عفوا داريوس, داريوس انت الحي القيوم آه آه شو معنى الحي هو الذي لا يموت القيوم الذي له وحده عدم الموت طيب اذا كان الله لا يموت وله وحده عدم الموت لكن هو بحاجه ان يموت طب ليش بده يموت؟ هون السؤال الرائع، م. هنا هنا جوهر المسيحيه. نعم. الله لا يموت، لكن عزيزي المشاهد لكي يقدر الله ان يموت صار انسانا. م. صعبت شوي. م. طب ليش الله بده يموت؟ لانه بيحبك اه لانه يحبك عزيزي المشاهد. طيب بحبني بيوم بيموت عشاني طب ليش؟ عقدت اكثر. لانه انا وانت اسس نبيل وعزيز المشاهد كلنا اخطانا. أخطأنا وأجرة الخطية حبيبي مش مروح كنايس ولا مروح جوامع ولا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا مروح الحج صدقني أجرة الخطية موت موت النفس التي تخطئ تموت قال الله لا تقتل لا تسرق لا تشتهي لا تزني ولما بتوقع بتعمل هذه الأمور تموت موتا تموت وكلنا أخطأنا فرجيني إنسان يعيش على هذه الأرض لا يخطئ فرجيني إنسان ما فيه كلنا اخطأنا اذا من ضلالنا. كلنا كغنم ضللنا رائع اذا كلنا اخطأنا فاذا الحكم الذي صدر في المخطئ انه يموت فاذا كلنا تحت الحكم صح كلنا محكوم علينا بالاعدام الاعدام مش مش يعني نموت وخلص خلصت القصه لا في الطرح بالبحيره المتقدة بالنار والكبريت نعم طيب يلا وقع اضاك علينا لكن هذا ما تنفرد به المسيحيه عزيزي المشاهد ان الله هذا الاله الذي له كل الحق ان يقتص منا ان يجازنا بحسب افعالنا ان ياتي ويديننا على خطايانا لم يفعل ماذا فعل اتى هو نفسه متجسدا في شخص المسيح وعلى الصليب كان المسيح كانسان وهوني اريد ان اؤكد هذه الحقيقه المسيح الوحيد هو الذي له الطبيعتان فعندما اتحد اللاهوت بالناسوت عندما اتحد الله بالانسان في شخص المسيح اتحد اتحاد تام كامل وابدي بحيث ان المسيح لما كان على الصليب تبارك اسمه كان يحمل خطايانا في جسده كان كانسان يتالم كان كانسان يحمل الخطايا يموت بس كان لازم يكون قدوس وبلا شر، لو المسيح كان في عيب واحد ما كان اهلا ان يمثلنا في الصليب، كان لازم ان يكون قدوس وبلا شر، ليس في خطيه ولم يفعل خطيه، اذا الذي مات على الصليب ايوه هو الانسان يسوع المسيح، لكن من هو يسوع المسيح؟ هو الله. شفت الفكره وين؟ م. انا ما فييش افصل لاهوته عن ناسوته، لا اقدر. فالمسيح هو الله، لكن الذي مات على الصليب الانسان يسوع المسيح. خليني استخدم عبارتين المسيح قالهم على الصليب وهون بتبين الفرق أول ما وضع السيد على الصليب ربي وحبيب قلبي صلى الصلاة الرائعة يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون لكن النطق الرابع المسيح على الصليب حكى سبع عبارات تمام النطق الرابع وهذا إجا بعد ثلاث ساعات الظلمة نعم عندما صارت ظلمة عظيمة من الساعة 12 الظهر للساعة 3 بعد الظهر بتوقيتنا صرخ يسوع ايلي ايلي لما شبقتني الذي تفسيره الهي الهي لماذا تركتني؟ ما قالش ابتي ابتي واول ما صلى ما قالش الهي الهي يا الهي اغفر لهم في شوف انتقاء الالفاظ وانتقاء الاسماء التي كان ينادي بها المسيح الله عندما قال له يا ابتاه كان يكلمه كالابن كابن الله لكن عندما قال له إلهي إلهي لماذا تركتني كان يكلمه كالإنسان لأن الإبن مش ممكن يفارق الآب لأنه الإبن في حضن الآب منذ الأزل وإلى الأبد لا انفصال لكن ما حدث في الصليب أن الإنسان يسوع المسيح انفصل عن الله ترك المسيح كإنسان من الله لأنه حمل الخطايا قبل أن يكون نائبنا قبل أن يحمل خطايانا فالله تمت فيه النبوة استيقظ يا سيف على راعية وعلى رجل رفقتي اضرب الراعي فضرب المسيح كإنسان ترك المسيح كإنسان من إلهه فالذي مات على الصليب هو يسوع الإنسان عشان هيك الله صار إنسان في شخص المسيح لحتى يقدر يموت لكن لا تقف القصة هنا لو المسيح مات ووضع في القبر وظل ميتا في القبر لا بيكون هو الله ولا الله قبل ذبيحته ولا من يحسنون وكل ما قاله كذب كذب وكل كانت أكبر تلفيق وأكبر قصة تمام عزيز المشاهد المسيح هو الوحيد صاحب القبر الفارغ له المجد ليس هو ها هنا لكنه قد قام كما قال نعم المسيحية لا تبتدأ من المهد لا تبتدأ المسيحية من الكريسماس عزيز المشاهد لا تبتدئ من مذود بيت لحم، ولا حتى تبتدئ من الصليب، لأنه لو كانت البداية من الصليب ما أتعسنا. صليب صحيح آه يعني مسيح مصلوب. تمام ولا حتى تبتدئ من القبر الفارغ، لكنها تبتدئ من عرش الله، هناك أرى سيدي وقد دخل في المهدي وذهب إلى الصليب ومات ميته الصليب، وضع في القبر، نزل إلى أقسام الأرض السفلى، لكنه تبارك اسمه قام وهو الآن ممجد عن يمين الله ويريد أن يخلصك. ماجداً لاسم الرب. يعني حضرتك اديتنا فكره رائعه وعظيمه. الله في البدايه قال كلمه وخلق الكون. نعم. في خليقته الجديدة هل كلفه ذلك أكثر مما كلفته الخليقة المادية؟ سيس نفيل يعني أنت عم تفتح فتحات رائعة هذه الخليقة كلفت الله كلمته هو خلقها بكلمة قدرته هو خلقها بكلمة قل فكان تمام هو الذي يقول فيكون ويحفظها ويحملها بكلمة قدرته نعم. هو المسيح مصرح. الحامل لكل الأشياء بكلمة قدرة. قدرة لكي يفدينا مم. ولكي يخلصنا أيضا كلفته كلمته كلف الأمر أن الكلمة الإبن أنه يبذل على الصليب مم. أنه يموت ميتة الصليب فذات الكلمة التي نطق بها الله ليكن نور لتخرج الأرض ذوات أنفس حية لتخرج المياه ذوات مم. أنفس حية عندما أتى إلينا مش قالها لكن الكلمه والكلمه صار, صار جسد. جسدا م. وحل بيننا م. وعلى الصليب كان يتمم ويسطر بدمائه اروع قصه حب عندما اسلم على الصليب لاجل خطايانا واقيم لاجل تبريرنا. مجدا لاسم الرب يعني الكون خلقه بكلمته اما الفداء والخليقه الجديده فقد كلفه الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب حياه قدمت نعم. لكي نحيا نحن الذين كنا اموات امين امين رائع امين آه سؤال اخير وبعديها هنحاول ان احنا نقفل الموضوع وهو آه اسمح لي أرى جزء موجود في انجيل متى اصحاح عشرة وهذا الجزء غريب شويه والبعض بياخد متى عشرة 34 yes. no. واعتقد ان الشاهد موجود ممكن نشوفه على الشاشة لا تظنوا اني جئت لألقي سلاما على الارض ما جئت لألقي سلاما بل سيفا mm. فاني جئت لأفرق الانسان ضد ابيه والابنة ضد امها والكنة ضد حماتها وأعداء الإنسان أهل بيته من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني وبعدها بيقول في عدد من لا يأخذ صليب ويتبعني فلا يستحقني ومن وجد حياته يضيعه ومن أضاع حياته من أجلي يجدها رغم أن هنا بيقول لا تظنوا إني جئت لألقي سلاما وأغنية الملائكة المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة فكيف يكون هناك سلام وكيف تكون هناك مسرة والمسيح قد جاء ليستخدم السيف ويفرق أليس في هذا تناقض وتعارض سؤال رائع وحلو لكن صلاتي أسيس نبيل أنه من يسأل هذه الأسئلة من إخواتنا المسلمين يكونوا مخلصين رب يسوع تبارك اسمه عندما أنشدت الملائكة هذا هذه الترنيمة الرائعة المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصرة لأنه ولد رئيس السلام المسيح تبارك اسمه عندما بشر الملائكة الرعاة قال لهم لا تخافوا هنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب أنه ولد لكم اليوم في مدينه داود مخلص هو المسيح الرب وقبله كان ايه بلوقا واحد الملاك نفسه عم بيقول تدعون اسمه يسوع لانه يخلص شعب شعبه من خطاياه يعني. فالانسان هو بلا سلام هو مضطرب الخوف يعتريه ليش لانه انفصل عن الله فلا يعرف معنى للسلام لكن عندما يتصالح الانسان مع الله ويرجع الى الله يقول الكتاب فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح إذا المسيح نفهم أنه أتى لكي يؤسس سلام بين الإنسان الذي انفصل عن الله مع خليقه أتى لكي يعيده أتى لكي يصالحه مع الله وعندما تحدث المصالحة مع الله عندما يدفع ثمن الخطايا عندما ينال الإنسان التبرير ينال الغفران أول شيء بيحصل عليه السلام أتذكر أسيس نبيل من قبل 23 سنة عندما دعوت المسيح إلى قلبي عندما تيقنت بأنني خاطئ ولا أستطيع أن أغير نفسي وأنه ما بقدر أعمل شيء لكي أكف عن فعل الخطية وبأنني هالك بدون المسيح أول ما قلت له يا رب يسوع أنا خاطر ارحمني تفضل أدخل لقلبي السلام الذي ملأ قلبي لا أستطيع أن أصفه لك أنت اختبرتش أكيد وصلاتي عزيزي المشاهد لا استطيع ان اصفه لك الا عندما تدعو المسيح الى قلبك، دخل المسيح الى قلبي فملأني، اول شيء انا ملاني بالسلام من ناحيه خطاياي الكثيره قد ذهبت ذهبت الى غير رجعه بدم المسيح وصار لي سلام مع الله، هذا بمعنى انه وعلى الارض السلام، حييجي وقت بنعمه الرب وعما قريب جدا، عندما سياتي المسيح، وهذا واحد من اسباب تجسد المسيح عندما سياتي المسيح كابن الانسان وينهي كل الشر الذي في العالم، عندما سياتي المسيح ويضع تتم النبوه مزمور 110، اجلس عن يميني حتى اضع اعداءك موطئا لقدميك، عندما سياتي المسيح ويضع اعداءه موطئا لقدميك، سوف يؤسس ملك السلام على الأرض سيكون الترنيمة هذه ستتم نبوتها بكمالها عندما يكون الرب وحده واسمه وحده يكون الرب ملكا على كل الأرض ويكون ملكه ملك السلام وحيتم القسم الثاني من نبوة اللي قال الملاك للمطوب العذراء مريم أنه أنت حتحبلين وحيجي ها أنت تحبلين وتدعي بولد وتسمينه ويسم... يسوع هذا يكون عظيما ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولملكه لا يكون نهاية حيتم لما حيجي المسيح ويملك ملك السلام لكن اللي عمالي بيحكي عنه هون لما قال لا تظن أني جئت لكي ألقي سلاما على الأرض ما جئت لألقي سلاما بل سيفا بفسره وبيقول جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والابن ضد امها الكن ضد حماته واعداء الانسان اهل بيته خليني اخذ نفسي مثال عندما دخل المسيح الى قلبي فرقني عن عائلتي مش لانه هو بده يفرق لكن ايماني بالمسيح فرقني عن عائلتي قالوا لي اهلي اذهب في البداية أشكر آه. الله بعدين الرب أعطاني نعمة كبيرة بعيونهم لكن في البداية قالوا لي أنت لا ابن ولا بنعرفك أنت صرت مسيحي مم. فهذا اللي صار هون صار في سيف صار في انقصار في شوف أول شيء سيف معنوي تفرقة أي. أنا أنه فصلني عن أهلي لكن أيضا بسبب إيماني بالمسيح آه يا مناس آمنوا بالمسيح ولأنهم آمنوا بالمسيح قطعت رؤوسهم مم. شوف الآية اللي قبلها لما بيقول 28 عدد 28 مم. لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد مم. ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها بل خافوا بالحري من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم أستاذ نبيل عم نشوفهم على التلفزيون في العراق وفي سوريا مم. مسيحيين مم. اترك المسيح وآمن بالإسلام قول الشهادتين لا نقطع لك راسك اقطع رأسي جئت لألقي سيفا لا سلاما عندما المسيح يتمسك بإيمانه بالرب يسوع المسيح سيجلب على نفسه السيف قد يكون أولًا سيف معنوي لكن قد يكون أيضًا سيف حرفي نعم لكن كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة يعني إذا السلام الذي يمنحه الله والذي يهتم وتهتم به السماء هو مصالحة الإنسان في قلبه مع إلهه قبل أن يكون هناك أي ملابسات أو أي ما يعني يعطي للحياة بهجة يعني بهجة على الأرض إذا الله بيبدأ من الداخل يعالج الداخل فيصير الإنسان بغض النظر اتحط فين مين كرهه أو مين عداه يستطيع أن يعيش في سلام لأنه قد تبرر قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله امين ربنا يسوع المسيح آه يعني في نهايه هذه الحلقه لو في قلبك بعض الكلمات وانا بقول في قلبك لتتحدث بها الى شخص ربما اجبنا على كثير من اسئلته وبقي امامه الاختيار يا رب ترى ادخل من هذا الباب او من ذاك هذا الباب يبدو انه ضيق وله كلفه سأفقد الكثير كما قالها لي واحد لقد أمنت بكل ما قلتموه لكن استحالة أني لما فكر في الأمر أني أبدأ من الزيرو أفقد أهلي وأفقد عائلتي وأفقد تعليمي وأفقد جامعتي وأفقد كل ما لي فقط لأني سأؤمن بهذا الإيمان ورفض ان يقبل المسيح مخلصا للأسف الشديد وكان شاب في مقتبل العمر فأوصلي انك تتكلم يا رب الى من يبحث وصادق في بحثه لانه يوجد كثير من المشاهدين في كل مكان وفي كل ارجاء المسكونه الذين يبحثون عن الحق وسئموا ورأوا باعينهم بعين ان ما كانوا يؤمنون به لسنوات عديده ليس الا سراب وخداع يا رب فماذا تقول عزيزي المشاهد قال الرب يسوع ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه او ماذا يعطي فداء عن نفسه ان نفسك عزيزي المشاهد غالية جدا على قلبه مش ممكن ان الله يرسل المسيح ويبذل المسيح على الصليب لاجل شيء رخيص مش ممكن مش ممكن انت غالي أنت غالي جدا على قلبه مثل ما تفضل حضرة القص الفاضل قس نبيل صلاتي أن تكون مخلصا في بحثك لا لن يوجد باحث عن الحق لن يجده أنت إن كنت تبحث عن الحق بكل إخلاص الله بكل جلاله مسؤول أستطيع أن أستعير هذه الكلمة بكل احترام وخشوع ملزم عن أن يعلن ذاته لك إن كنت مخلصا في بحثك عن الحق ما تقدمنا به هو قليل من كثير عن هذا الاله العظيم الذي في محبته اتانا في شخص المسيح متجسدا اتى لكي يموت على الصليب لكي يذوق بنعمه الله الموت لاجل كل واحد المسيح بدخوله الى العالم قسم التاريخ قسمين عندما دخل حياتي قسم حياتي قسمين قبل وبعد المسيح ويستطيع ان يفعل هذا بك لقد أثبت المسيح بالبرهان والدليل القاطع بالواقع أنه جدير بالثقة لقد دخل قلوب الملايين فغيرها الرب يسوع شخص حي دخل التاريخ فقسمه ودخل قلوب الملايين فغيره هو وحده استطاع أن يغير القاتل إلى إنسان يبحث عن الناس ويدور على مصلحتهم هو الذي ذهب وراء الإرهابي شاول الترصوصي فصنع منه القديس العظيم الرسول بولس ذهب وراء الزواني خلصهن فصرن قديسات ذهب المسيح وراء الطماعين والعشارين والذين يلهثون وراء اللذة وعندما تعرفوا عليه غيرهم فصاروا قديسين يعيشون لأجل الناس ولخيرهم ولنفعهم أخي المسلم يا من تبحث عن خلاص نفسك المسيح هو المخلص الوحيد تعال إلى المسيح قل له يا رب أنا مش قادر أفهم لكن أنا بدي أعرف الحقيقة قل له من كل قلبك بدي أعرف الحقيقة وأكد لك في يوم الأيام 23 سنة من قبل 23 سنة صرخت له قلت له يا رب أنا ما بعرفك أنت مين أنا بدي أعرفك أنت المسيح أظهر ذاته لي السلام الذي ملأ قلبي الفرح البهجة اليقين التي ملأني بها المسيح لا أستطيع أن أعبر عنها لكن تستطيع أن تختبرها عندما تطلبه من كل قلبك عزيزي المسيحي قال الشاعر قديما عيد بأية حال عدت يا عيد بما مضى أم لأمر فيك تجديد يلا إجا الكريسماس وإجا العيد وإجت الزينة والألعاب والهدايا هذا العيد أم العيد أنك أنت تتوب عن خطاياك وتسلم قلبك لمن احبك اولا وترنم وتقول فرحتي قلبي يوم ما قابلتك يوم ما قابلتك كان يوم عيد. شكرا جزيلا اخ اسماعيل بشكر رب من اجلك ومن اجل الكلمات الممسوحه بالروح القدس كلمات النعمه الرب يستخدمك ويباركك اتشرفنا بوجودك معنا واغنيتنا واغنيت مشاهدينا الله يجعلك بركه في كل مكان شكرا لكم كسستبيل. ولك لك. ايضا شكرا لكم اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه وكل عام وحضراتكم بخير والى اللقاء وحلقه جديده من برنامج الحقيقة وبس امين